حملة 100 مليون صحة من أهم الحملات اللي تمت في قطاع الصحة في مصر، بل بالعكس يمكن ممكن كمان في الشرق الأوسط وأفريقيا كلها. كشف عن 50 مليون مواطن مصري واكتشاف المبكر لأمراض السكر وأمراض الضغط، دي حاجة مهمة جدا. احنا النهاردة بنتكلم على حكايات الأستاذ بدري، الهدف منه هو زي ما العنوان بتاعه واضح وصريح، الأستاذ بدري. بدري هنا بتشير إلى التشخيص البدري، العلاج البدري، العيان بيبدأ علاجه ورحلته بدري. بدري دي هي كلمة مهمة جدا جدا جدا، وحاجة مهمة جدا 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 لحماية المريض زي ما اتفقنا من المضاعفات اللي ممكن تحصل في المرحلة الأولى. منها تخصيص للدكاترة، وده أول لقاء علمي تقريبا بيحضره النهاردة أكتر من 800 دكتور على مستوى مصر كلها. مبادرة الأستاذ بدري دي مبادرة مهمة قوي، لأنها بتبسط الموضوع وبتدخله للناس، إنه الناس أنا وإنت نبقى الأستاذ بدري، والأستاذ بدري ده لازم يكشف بدري عشان ما يستناش الضغط لما يعمل له مشكلة، ما يستناش السكر يعمل له مشكلة. حملة 100 مليون صحة يعني نجحت الحمد لله في فحص أكثر من 50 مليون مواطن بالنسبة للأمراض غير السرية، وده يعتبر ويعد أكبر مسح طبي على مستوى العالم في التاريخ كله، إن إحنا نقدر نكشف على هذا القدر من المواطنين بالنسبة للأمراض دي كلها. العبء الأساسي بتاع الأمراض غير السرية دايما في العلاج ودايما في تجنب المضاعفات للناس المصابة بالأمراض دي. دايما إحنا بنشجع زي ما بيقولوا باللغة العامية قفل الحنفية، إن إحنا نقدر نسيطر على الأمراض دي بدري بالكشف المبكر بالتوعية. وزارة الصحة بتقدم كل الدعم لكل الخدمات اللي بتساعد في تحقيق الهدف ده. أنا شخصيا على مستواي الشخصي شفت عشرات ومئات المرضى اللي ما كانش يعرفوا إنهم عندهم سكر وما يعرفوش انهم عندهم ضغط دم مرتفع، والحملة كشفت عن وجود الضغط المرتفع فيهم والسكر فيهم، وبالتالي ده هيؤدي الى انهم او ادى الى انهم بيبكروا في العلاج وياخدوا علاج للضغط وعلاج للسكر. وبالتالي التوعية بأن هذه الأمراض هامة وموجودة ومنتشرة وزائعة الانتشار في المجتمع، ولازم ندور عليها ولازم نبحث عنها ولازم نبادر بالكشف عنها، ده عمل قومي عظيم جدا 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 يجب أن نحييه في كل محفل. احنا مش بنخاف من السكر والضغط من نفسهم، بنخاف من تأثيرهم ومضاعفاتهم، وبالتالي يجب توعية المريض بأهمية ضبط السكر على مدار 24 ساعة. فالنهاردة بيتعرض له، بنعرض حالتين، نقولك الحالة اللي هي واحد اول ما تكتشف ان عنده السكر ضبط سكره وكشف مبكر عن مضاعفات، عاش طول عمره اكنه ما عندوش حاجة، ضحكنا على جسمه اكنه ما عندوش سكر ولا ضغط ولا حاجة خالص. في نفس الوقت حكاية مريض تاني لا اهمل في العلاج السكر لغاية ما ابتدى يحصل مضاعفات عملت له اعاقة بعد تأثيرها على العين وعلى الكلى وعلى الاعصاب، ممكن تؤدي الى حالات لا قدر الله البتر. بنبين حالة المريض ده وحالة المريض ده علشان نوجه نظر المجتمع اهمية الكشف المبكر عن السكر. مفيش سكر في العالم ما بيتظبطش، لكن نختار العلاج المناسب للمريض المناسب.